اللي وقع اليوم هو انه القاضي قرر التمديد ديال المناقشه ديال الملف والنطق في الحكم اللي كان من المنتظر يخرج اليوم غيخرج الثلاث الجاي حسب القاضي. وبالتالي غادي نستناو الثلاث الجاي 17 مارس. ما عرفتش سول القاضي ما عرفتش انا شنو هو السبب، ولكن كنتخيل انه ما قدمش الوقت باش يبثوا في الملف وصافي. زعما قضاء في المغرب عليه بزاف ديال الضغط وقليل السوز افكتيف الى اخره. كنظن ان غيتسناو شويه ما الثلاث الجاي من 5 ايام. لا بطبيعة الحال انا متمسك بالبراءة ديالي ومتمسك بحرية ديال التعبير ديالي ومطالب بالحرية لجميع المعتقلين السياسيين في المغرب. الحالة ديال مول الحانوت اللي في 50 يوم ديال الإضراب على الطعام، ديال ناصر الزفزافي وديال نبيل أحمجيق اللي في نهار 23 ديال الإضراب على الطعام، مول كاسكيطة اللي تحكم بشكل غير منصف بالسجن النافذ وعدد كبير من باقي المعتقلين. هذه المسائل هذه ديما كنقولها خاصها تحبس وخاص تضمن الحريه ديال التعبير ديال عباد الله. ما يمكنناش نبقاو نشدوا الناس على النكته ولا على اغنيه ولا على فيسبوك ولا We'll be right back.